قد تشعر للوهلة الأولى أنك وسط حي شعبي قديم، لكن هذه التظاهرة الثقافية الفريدة تحاكي عادات رمضانية كانت تعيشها السعودية في أزمان سابقة. انطلاقا من إحياء موروثنا الثقافي المرتبط في شهر رمضان الكريم، تعودنا وعهدنا أنه يعني يأخذ الشهر الكريم الجانب الديني والجانب الثقافي، يزيد فيه موضوع التواصل الاجتماعي. من هالمنطلق حرصت الوزارة على خلق تجربة ثقافية يستطيع فيها الزوار من خلال موسم رمضان عيش وتجربة أجواء رمضان، رحلة يصفها الجمهور بأنها واحدة من التجارب الشاملة بين الثقافة والرياضة في آن واحد. كان في فعاليات حلوة مختلفة تماماً عن فعاليات الأوقات خارج رمضان. أحرص على وجودي أنا وعائلتي في أوقات الفراغ، خصوصاً فترة بداية رمضان. بشكل عام موروث السعودي تواجده في المكان بشكل ملحوظ جداً، وهذا الواحد يفخر فيه كسعودي. وفي كل زاوية تجربة تنقل زائرها إلى بعد جديد، منها الحرف اليدوية الأصيلة. موسم يعكس صورة من موروث ثقافي متنوع ارتبط بشهر رمضان المبارك، ويعزز إحياء جوانب ثقافية ترسخ للأجيال القادمة هذه العادات المميزة. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.